عبد الله، انت عارف انه باتمان شخصية تساعد الناس. اسكت انت يا اسكت اسكت. اسف جدا باتمان. اخوي عبد الله، انت عارف انه باتمان شخصية جميلة، وش رايك في طقمي؟ حاول تسد. حاول تسد؟ براه. ليش؟ أنا صراحة شاريه للعيد عشان بستانس مع إخواني وأصدقائي اللي في المدرسة، بس إنه قلت نشارككم الفرحة. أخوي عبد الله، أنت حبيب وصديق وجميل وطلت كلبسك أنيق، بس كلك هاد زيادة عن لزوم البرنامج. عندك ظروف أسرية، في خلافات نفسية، عندك اضطرابات برستيجية. علمنا عبد الله وش الخاف المستور. تفضل اخوي عبد الله. هي كانت ظروف ان شاء الله ان بدت تعدل يومنا هذا ان شاء الله، ان بقيت ان شاء الله مع اخوي ان شاء الله بقدم شيء اجمل. حب الزين كله هالطله الجميله، انت تقول ما اقدر اقعد مع اصحاب الا شهر بشهرين، لماذا؟ لا ان شاء الله باذن الله، باذن الله اني ان شاء الله اسمعهم للنهايه عشان يصوتوا لك. يستحقون هالكلمه، سمعتوا الاشاده؟ يقول لا، لان الجمهور يصوتوا لك وانت تقول له بقيت شهر شهرين. طب الجائزة تحترق عشانك ليش؟ لا الجمهور على عيني وراسي، باذن الله اني ان شاء الله اني اوصل للنهايه ان شاء الله واقدر. هذا عبد الله نتوقع يوم من الايام يكون منشد، فنان، فنان، شاعر انيق، رسام، كل شيء بالحياة، مزارع، كل شيء بالحياة ممكن. صح إن شاء الله يا رب. طيب شكرا لك عبد الله. نكتشف موهبة جديدة. نكتشف موهبة. ألبس قناع ولا ملبسة؟ أسعد خير مخرجنا. أسكت أنت للأسف يا عبد الله، نشفت ريق يا أبو عبد الله، حكي كل كلمتين يطرب القرية. بس اتوقع ان هالقرصة ان شاء الله تعلمك. حاب اقولك انت نمونيه. لا لا قم قم قم، واقف انت واقف، مطي واقف. شد حيلك عبد الله، شد حيلك عبد الله، شد حيلك.